عندها اللي يخدم عليها، ما عندها اللي يشري لها الدواء، غير الناس هيدا مره مره الجيران كيجيبوا لها ما تاكل ولا شي حاجه، ما عندها حتى حاجه، ما عندها لا شهريه لا حتى حاجه. عندي الدواء بزاف، عندي الدواء بزاف، 250 نصفيه نهار الحصه، قالوا لي دابا خصها 3 د الحصات والمكانه، ما فاهمينها نجبروا لحنا هاد الفلوس هادو. كنديوها لمحمد الخامس، كيعدلوا لها داك اكسجين، كيصيفطوها، ما كيعملوا لها حتى حاجه. السلام عليكم، هذا الفيديو عملناه باش نشكروا الناس اللي عاونت هاد السيده حبيبه بن علوش، عملوا لها المكانه، عملوا لها التصفيه اللي كان خصها دياليز، كيعملوهم لها في الطبيب ديال الفلوس، وعملوا لها السكانر ديال العمود الفقري، وشراو لها الفراش ديال الطبيب، شراو لها بلازما، وكيعملوا لها دياليز. عندها جوج الحصات في الاسبوع كيخلصوهم لها. عملت داوني عملت سكانير على راسي صوت الطهر، عملوا لي دياليز، عملوا لي عاود مكانة. هاد الولد هذا مسكين، ولي كي هذاك تينا، اي والله ايوا، عملوا لي كل شيء اللي خصني عملوه لي، ارحم الوالدين اللي خصني عملوه لي. السلام عليكم، اسم ديالي محمد توزاني، مقيم في الديار الهولندية. في الحقيقة احنا خصنا نشكركم كإذاعة، لأن ثم هما الناس اللي خشيتوا فينا ديك الهبرة باش نفطنوا، لهذا السبب باش الأستاذة حبيبة وصلتنا هذه الحالة دي اللي هي فيها، لأن في الأول كانت واحد الحالة ربما كنا نفقدوها لو ما كناش تحركنا، وهذا الفضل كيرجع لكم نتوما. احنا كنا في الحقيقه ناعسين على هذا الشيء اللي كان، وما كناش كنعرفوا هذه الحاله هذه كامله، تدخلتوا نتوما عندنا الدار وشفتوا داك الشيء، عاد تحركنا. المبادره ديالكم خلتني انا مثلا باش نتصل ببعض الاصدقاء ديالنا ولاد الحومه، قلنا لهم ما يمكنش، الحمد لله الناس الحومه كاملين، كل دار اي دار هنايا عندها واحده ولا جوج في الخارج، وعندنا السيده مسكينه ما كتلقاش حتى باش تشري باستيات باراسيتامول حريق د الراس، ما يمكنش. واستجبوا الاصدقاء ديالنا الدعوه، النداء اللي عملت انا، وجمعنا له في الاول واحد القدر مبلغ الفلوس، باش كانت ضروري تعمل دياليز باش تحيا شويش، وموراها ناضوا الناس نساد الحومه، حتى هما بقى فيهم الحال حيت شافونا احنا تحركنا، حتى هما جمعوا شويه وعطوهم واحد عمه عاون تخلص له واحد شهر ديال الدياليز. وهيدا بدات هاد المجموعه ديال الاصدقاء، كل واحد بقى كيحس بالمسؤوليه، وبقى كيتصلوا بينا، قلنا انا بدي خصني نساهم، انا بدي خصني نساهم. الفرق شنو هو؟ نظمنا داكشي، لان يعني هي كانوا كيجيوها مساعدات بسيطه مع الجيران، ولكن بحكم الظروف اللي هي عايشه فيها ما كانتش كتهلا في راسها وما كانتش كتفكر في راسها، كتفكر في الجامع. حنا شنو عملنا؟ قلنا مساعدات ديال الاخوان ديالها اللي كاينين في هاد الحومه، غادي نعملوا واحد الصندوق، هذوك الصندوق ديالها غادي يهتم بها هي، لان هي كانت في واحد الحاله يعني وصلت حتى الله اعلم حتى الموت، تنعالجوها هي، وديك الساعه نشوفوا مسائل اخرى اللي كيخصها. مهم يا عملت دياليز، دابا كتعمل دياليز، الطبيب عطاها تعمل دياليز جوج مرات، جوج الحصات في السيمانه. في الاول كانوا طلبوا لنا 75000 فرنك للحصه، لومبيلونس 30000، ولكن تفاهمنا معاهم بالشهر، نقصوها لنا 5000 درهم. دابا هي السيده كتحتاج 5000 درهم في الشهر باش تعمل ديالي جوج مرات في الاسبوع، 8 مرات في الشهر. الحمد لله حنايا كنجمعوا ديك الفلوس باش هي تعمل الدياليز. عندها مرض السكر، كتحتاج 50000 فرنك في الشهر تقريبا، كتعمل ليباري ديال الانسولين، وهذا كيطلب عاود 50000 فرنك. يعني المصاريف اللي كتحتاج هي في الشهر 5500 درهم، حنا تكلفنا لها بها، ما بغيناش يمشيو لشي جمعيه ولا شي حاجه. يعني حنا عملنا واحد المجموعه د الدراري الحومه، اللي كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو
كيعطي ديك القدر اللي خصو باش هاد السيده هادي سيده تحيا عندنا في الحومه، لان هذه هي البركه ديالنا. كعملت المكانه واحد المحسنه ما بغاتش تقول اسمها، قالت انا هو اللي غنخلص لها ديك المكانه. البارح عملت ديك المكانه شي جيران ديالنا هما اللي جابوا له هذا الفراش، حنا كنا غنشري والو، ولكن جيران ديالنا ملي سمعوا حنا السيده محتاجه الفراش قال لك ما تشري والو حنا نشريوها لها. عملت سكانير، سكانير كانوا طلبوا لنا 8000 درهم، وللاسف في المغرب انا ما كانش كاين صحاب لي باللي ملي تمشي مثلا شي ما صحه خصك تبقى تنيغوسي معاهم، يعني هو يقول لك 8000 وتينا قول له 3000 بحال تينا كتشري بطاطا ولا كتشري شي صباط السوق. وما للاسف المهم قالوا لنا في الاول 8000 درهم، ومع ذلك بقينا كنجروا ونجبدوا معاهم، تناقصوا هنا 5000 درهم. عملت سكانير، الحمد لله السكانير بين على ان السيده ما مشلوله ما والو، غير عندها واحد الالتهاب في العمود الفقري، وعطاوهم الدواء. شتي ديك الطبله راه عامره بالدواء باش شو باش تحيد ديك الالتهاب، يحيد من عندها. ودابا 10 ايام ردوها عند الطبيب ويشوف واش الحاله ديالها تحسنت ولا ما تحسنتش. انا كنظن واقيلا بالترويض ربما ترجع السيده كتمشي بحال اللي كانت ان شاء الله. يا كانوا شاطنا شي شويه الفلوس، قلنا بما ان شويه الفلوس شايطين، وحنايا الحمد لله جانا واحد التراكم الاصدقاء اللي خصهم يساهموا. شرينا لها التلفازه لان كانت شي مسكينه عندها فين كتونس، شرينا لها التلفازه. دابا استاذه حبيبه طلبت لنا نشريو لها لابادوره، عندنا عاود شويه الفلوس غنجيبو لها ان شاء الله لابادوره، لان غير مسكينه رحيمو كتحني على نصها باش تصب الله في البانيو، وهذا الشيء ما بقاش ديال هذا الوقت. الحمد لله حنايا دابا كنفكروا الاول في الصحه ديالها، يعني باش تكون هي مثلا قادره باش تمشي على رجلها وتهذيك. من بعد غنتقلوا واحد المرحله اخرى، غنتقلوا المرحله ديال نشوفوا ما نصلحوا لها في هذا الدار، لان العيش ديالها هي في هذا الدار ما كنظنش انا واقيلا الناس الحومه غيبغيو هي تبقى في هذه الظروف. الى حنا دورنا مثلا كل دار وقلنا لهم احنا معنا واحد السيده في الحومه اللي هي اختنا عايشه في واحد الظروف صعيبه، خصنا نجمعوا لها باش نصلحوا لها، نعملوا لها الكوزينه، نعملوا لها الدوشه، ما عندها شي دوشه فين دوش، ما عندها شي طواليت فين تعمل المسائل ديالها. هذيك المسائل كامله ان شاء الله في المستقبل القريب غادي نعملوا لها، ولكن احنا ركزنا دابا الان على الصحه ديالها. الناس اللي ساهموا الله يرضي عليهم، الله يرحم والديهم. ديك النداء اللي كنت انا عملت معاهم يعني هاتفيا استجبوا كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، كنشكرهم بقاو هيداك استمروا. حنا السيده هذه ما خصناش نخليوها تطيح مره ثانيه، بقاو بهذا 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 الشجاعه، وراه قادرين حنا باش نوقفوها على رجلها بالاراده ديالكم وديالنا حنا والعون ديال الله تعالى وبركه. حنا ما نطيحوا شي، حنا ما جاو عندنا شي الناس قالوا لنا علاش تتحملوا هذه المسؤوليه كامله، ربما تعثروا ما تبقاو شي تقدروا عليها ديوها للجمعيه. ولكن ما نذكرش الاسماء ديالهم هذوك الناس اللي قالوا لنا هذا الشيء، ولكن حنا ما غنمشيو عند الجمعيه، حنا هما الجمعيه ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.